طب أحمد لحاله على الفيلا ما راح، والحراس ما فاتوا. معقول يا نال؟ أو بيان؟ ولي؟ تخيل أسأل السؤال. صحي وينه؟ ولا بدي افهم. الله يطولك يا روح. بس اهلا ماما. اهلا حبيبتي. شو حبيبتي؟ لهلا سهرانه؟ عندي شويه شغل هلا بخلصه وبنا. الله يعطيك العافيه. يعافي قلبي. ماما بدي اخذ من وقتك شوي. يي ست الكل بدها شوي من وقتي. كل وقتي الك انا. ماما خطيبك وينه؟ ماما هالفترة مشغولة كتير ومضغوط. عن جد القضية كتير كبيرة ومهمة. خطيبك ما بيعرف انه في عنده بيت احمى ولازم يجي يزوره؟ بلا اكيد. بس ماما فهميني، قلت لك القضية كبيرة وبيان ماسكها كلها حامل على راسه. ريتا احكي مع بيان، أنا اليوم كتير انحرجت قدام أبوكي. حاضر وأنا آسف. إن شاء الله بتقبليني. يلا تصبحي على خير. أنت من أهله يا عمري. ليش بيان متذكر إنه له خطيبة ليتذكر إنه له بيت إحمى؟ ليش عم يفتح موبايله لحتى أقدر أحكي معه وأعرف وينه؟ شو آخر تمك؟ يا الله يا الله. بس شو عامل؟ ايه دكتور، انا عندي شويه اسئله واستفسارات ومشان ما نجيبكم لعنا فحبينا نحن نجي لعندكم. انا والمشفى بخدمه الامن. العفو منك. بنقدر نبلش؟ تفضل. من عندك رح نبلش. من عندي انا؟ اي تفضل. دكتور، الممرضه لميا، انت شو بتعرف عنها؟ الممرضة لميا ما بعرف كتير عنها، بس هي قبل ما تترك بفترة طلع عليها إشاعات أنها عم تستقبل أشخاص معينين بالليل خلال مناوبتها الليلية، فوقتها تم التحقيق معها بخصوص الشيء بس ما ثبت شيء عليها. يمكن وضع المكان مشفى مثل ما بتعرف، الفايت فايت والطالع طالع. طيب فهمني دكتور، أنتوا ليش مشيتوها؟ مثل ما بتعرف حضرة محقق، نحن مشفى خاص كتير بيهمنا سمعة المشفى. ما أنا تمشيتوها مشان سمعتها؟ طبعا. وتأكد تمام حضرة المحقق، لو الفعل تم بالمشفى كنا اتصلنا بالشرطة فورا. طيب دكتور شكرا لتعاونك وشكرا لوقتك يعني، بس فيني شوف رفقات الممرضات بس كل وحدة لحالة؟ اي طبعا. أعطيني رئيسة قسم الممرضات. هلا هي أول ما إجيت كانت كتير طيبة، هي فعلا طيبة، بس إنه هالشغلة هاي والعياذ بالله. طيب
طيب انت شفتي شي بعينك؟ لا ما شفت شي بعيني، بس شفت الشاب وهو داخل على غرفته ودخلت وراه، فكان عم يحكي معه وبعدين طلبت مني اني اطلع برات الغرفة على اساس هذا قريبه وفي موضوع شخصي، فما انا طلعت عادي، بس لما طلعت كان وضعه مو طبيعي. يعني ما شفت شيء؟ لا ما شفت، بس واضح. طيب بتقدري يعني توصفي لي كيف شكله لهذا الشخص؟ يعني القصة صار لها أكثر من سنة، صعب، شو بدي أتذكر لا أتذكر. شكرا. ينال؟ ينال؟ أهلين ريتا، تفضل. كيفك؟ تمام الحمد لله. كنت بدي أسألك، أنت ولا مرة رحت لحالك على الفيلا؟ لا، ولا حدا من الشباب راح لحاله، لأنه نطلع بمهمة. إيه والله، شو نسيت القصة؟ ليش في شيء؟ لا أبدا، بس هلأ إذا المحقق ضيع دليل. إذا دليل مهم فالمحقق غبي. غبي؟ إيه، أما إذا دليل عادي لا بيقدم ولا بيأخر ما في مشكلة. ريتا شوفي، حكي لي بركي بيقدر ساعدك. ما في شيء، ما في شيء ابدا. بتعرف شو، انا عم حاول اجمع الادله والناس اللي لها مصالح بمقتل هدى. بالنسبه لي واضحه، المستفيد الاول والاخير هو سامي، والبقيه كلهم عم ينفذوا اوامره ومخططه وقابضين. هاي نجيب شاي. كيف كانت علاقتك بلميا؟ هي كانت طيبة كتير، بس أنا ما كان لي علاقة معها، كانت علاقتها مع الصبايا الصغار من عمرها. أنا لاحظة كن اعتزالية أو أكثر شيء كانت مع الصبايا الصغار، ما كان في بيني وبينها علاقة. ما كنت تشوفي منها؟ إيه أنا. لا، نشوف اعتزال. اليوم رح يطلع فارس مقام إشلي؟ كتير حلو. شكرا. يلا، باي باي. يلا باي. لك تعي لهون، وين رايحة؟ فوتي نشرب قهوة. خلص حبيبي خليها لبكرة، أنا تعبانة اليوم. لك بلا غلاظة، فوتي بنسهر شوي. خلاص لبكرة. خير سنور. أهلين سيدي، شو هالجمعة الحلوة؟ كتبنا كتابنا سيدي. جد؟ مبروك. الله يبارك فيك سيدي. تفضل سيدي تفضل. شكرا. لا لا شكرا، أنا جاي أخبرك تخبر لميا تكون عندي بكرة الصبح. خير سيدي؟ ولا شيء، سؤال وجواب. طيب وهدول السؤال والجواب سيدي يعني ما بينفعوا هون عنا بالبيت؟ أبدا. بكرة الساعة 8 صباح الخير. لك يا بنتي ما قال لك هنن كم سؤال؟ ليش كل هالقد خايفة؟ أمي كل شي بيذكرني بهدى بخاف منه. طولي بالك أمي، طولي بالك حبيبتي، طولي بالك. عدي أمي عدي، طولي بالك أمي، طولي بالك. خلص طولي بالك لميا، طولي بالك، تنحل تنحل. خلص أمي خلص حبيبتي. إيه وشو بدك تعملي؟ ما بعرف، عن جد ما بعرف، بس أنا ما عاد فيني أتحمل، ما عاد فيني أتحمل برودته، ما عاد فيني. يعني هلأ أنا صحيح ما بحبه وبكره تصرفاته معك، بس أنتي ما رح تقدري. بقى حاجة جنان، بعرف إنه جنان. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.